هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي نستضيف فيه في مثل هذا اليوم مثل هذه الساعة صاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى السعدي حفظه الله تعالى. ونذكر بأرقام الهواتف والتي تأتيكم أسفل الشاشة تباعا إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، ورقم الأخير 021-33-47-403. ونرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ سامي السعدي حفظه الله تعالى، فحياكم الله شيخنا. مرحبا، أهلا وسهلا شيخ عبد الباسط، الله يحفظكم شيخنا ويبارك في أعمالكم في علمكم. شيخنا بارك الله بكم، يعني هي حلقة اليوم موضوعها يعني اتباع الهوى، ممكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر. ونبدأ شيخنا بآية قرآنية قبل أن نبدأ حديثنا في حلقة اليوم، ونريد أن نلقي الضوء على فهم بعض الآيات والتي هي بمثابة تأسيس لتلقي المؤمن لهذا الدين، منها قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. أول شيخنا، الآية هذه ما هي المحكمات وما هي المتشابهات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وإخوانه إلى يوم الدين، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة التي تفضلت بتلاوتها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقرر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن آيات الكتاب، وسنذكر أن السنة كذلك أيضا، حتى السنة فيها هذان القسمان المتشابه والمحكم. هناك آيات محكمات، ومعنى المحكم هو الذي تكون دلالته واضحة غير ملتبسة في أذهان بعض الناس أو كثير من الناس، ولا محتملة، يعني واضحة: حرمت عليكم الميتة، واضحة لا تحتمل يعني. وهناك آيات أخرى إذا اقتصرت عليها في يعني محاولتك لفهم القرآن دون يعني معايرتها ودون تفسيرها في ضوء المحكم، فستذهب إلى المعنى الخطأ، يعني قد تذهب إلى المعنى الخطأ، قد تذهب إلى الاحتمال الخطأ، لأن هي تحتمل أكثر من معنى. فموقف المسلم أنه يؤمن بالمحكم ويعمل به، يعمل بالمحكم، والمتشابه إذا عرفه وفسره في ضوء المحكم فالحمد لله، وإذا لم يعرف تفسيره على وجه اليقين والاطمئنان فإنه يؤمن به ويكل علمه إلى الله تعالى، أو يسأل عنه من يعلمه من أهل العلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يعني وآيات أخرى متشابهات. هناك بعض الناس يذهب إلى المتشابه لدوافع مختلفة ويتغاضى ويتجاهل ولا يلزم نفسه بالمحكم، إما لأنه يريد أن يفتح يوسع على نفسه بابا يتبع يستطيع أن يمارس فيه رغباته المضادة للمحكم،
فيجد منفذا ومخرجا وحجة وتبريرا في المتشابه، في أحد أوجه المتشابه التي هي خطأ، لأن لما تفسرها في ضوء المحكم يتضح أن ليس هذا المراد منه. نعم. سنضرب أمثلة مثلا. يا ريت يا شيخ. نعم. مثلا الله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وجمهور المفسرين أن المراد بهذا الذبائح، ذبائح أهل الكتاب. جاء بعض الناس وحتى بعضهم يعني اجتهد وكان قولهم شاذا، يعني يقول يعني إذا قتل النصراني الكتابي نصرانيا كان أو يهوديا، إذا قتل الذبيح قتل الشاة أو كسر رقبة الديك بدون ذكاء شرعية فيجوز لك أن تأكله، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا من طعامهم. لكن هذه آية متشابهة، وطعام الذين أوتوا الكتاب قد يدخل فيها هذه الصورة، ممكن يراد بها حتى لو كسر رقبة الديك بدون ذكاء شرعية. لكن عندنا آية محكمة تقول حرمت عليكم الميتة، لا يمكن خلاص نرجع إلى المحكم. أيوة، نقول طعام الذين أوتوا الكتاب طعامهم المباح، أو إذا ذبحوا الذبيحة على الطريقة الشرعية على الذكاء الشرعية. نعم. لكن يقتلوها حتى هم بالذبيحة بالذبح حتى هم في دينهم وشريعتهم. نعم نعم، حرمت الموقودة التي تضرب مثلا، زمان كانوا يضربون الشاة بالعصي حتى تموت. نعم. بالعصي حتى تموت، هذه موقودة اسمها موقودة، التي تضرب بشيء غير محدد. نعم. تضرب بعصا أو بحجر حتى تموت. نعم. هذه جيفة والعياذ بالله، هذه ميتة بنص الآية هي محرمة. نعم. النطيحة التي تموت بسبب تناطح مثلا كبشين فيموت أحدهما. نعم. مثلا، فهذا لا يجوز أكله لأنه لم يدك الذكاة الشرعية. كذلك يعني معقول المسلم إذا كسر رقبة الديك يعني لا نأكله، وإذا كسر رقبة الديك يهودي أو نصراني نأكله؟ هذا حتى في النظر السليم لا يقبل. ثم عند خلاص عندنا آية محكمة نفسر، نقول طعامهم في غير الميتة، يعني الميتة فيها نص محكم. فأنت لما تفسر المتشابه بضوء المحكم يعني ينضبط عندك الأمر وتتضح عندك الصورة بدون لبس وبدون اضطراب. لكن الذين يتبعوا، الذين في قلوبهم زيغ، فيهم ميل عن الحق، فيهم هوى، لا يريد، هو يريد أن يضل الناس، يريد أن يفتنهم، ويزعم أنه يريد أن يصل إلى الحقيقة. لنا عودة في مسألة من أين تستقى الحقيقة، مصادر الحقيقة، لأن سنتعرض لهذا الموضوع في حلقتنا إن شاء الله اليوم. فكذلك في السنة مثلا فيها محكم متشابه السنة. نعم. أيضا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنتم أعلم بشؤون دنياكم. جميل. يأتي بعض الناس اليوم عندما تتكلم له عن الربا في المصارف وتقول هذا حرب الله ورسوله وهذا من أكبر الكبائر، حتى قال العلماء أشد شر من شرب الخمر. نعم. نعم. وشر من الفواحش، لأنك كأنك تجرد سلاحك لتحارب الله عز وجل، يعني منتهى المشاقة والمعاندة. يقول لك لا، ما دخل يعني الدين، النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لي أصحابه أنتم أعلموا بشؤون، هذا موضوع يتعلق بالمصارف والاقتصاد. هو هذا الشيخ، أنا والله هذا كنت أسألك فيه، يعني بعض الناس صور الربا واضحة أو هو غير أهل للعلم فيفتي الناس، يقول هذا والله تخفيف للناس، يعني هي مسألة صورة ربوية فيقول هو هذا تخفيف الناس، هل يصح ذلك؟ نعم، هذا أحد تطبيقات ربما إذا استطردنا إليه ممكن نذكره، لكن المقصد أن تحريم الربا في النصوص الكتاب والسنة يعني واضح محكم، تحريم الربا محكم في الكتاب والسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هل يدخل فيه الربا؟ على فرض أني لم أطلع على نصوص التحريم الربا، نقول والله ممكن يكون موضوع المصارف والربا والمعاملات الربوية هذه، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا، وممكن لا، خلي نشوف لما نرجع للمحكم نعلم أن هذا الاستدلال هو استدلال بالمتشابه، الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم على إباحة ما حرم بالنصوص محكمة، هذا استدلال، هذا اتباع للزيغ واتباع للمتشابه، وهذا دليل على زيغ في القلب، لأن موقف الذين في قلوبهم زيغ
يعني هؤلاء لابد أن يحذر منهم. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكم إلى قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. فهذا سبب من أسباب التيه، سبب من أسباب البعد عن الحقيقة، سبب من أسباب الضلال والانحراف والزيغ بنص القرآن. ولهذا دائما نحن نقول عندما نناقش بعض المسائل ننبه إخواننا والباحثين وطلبة العلم وحتى عامة الناس، يعني جميل. أنك لابد أن إذا كنت مؤهلا للبحث فإنك لابد أن تجمع نصوص الواردة في المسألة كلها حتى تميز أين المتشابه، أين المحتمل في المعنى، وأين المحكم الذي هو بمثابة المصباح الذي يضيء لك على النص المتشابه. فإذا فهمت وصلت إلى الحق بنفسك باجتهادك وبحثك أو بسؤال من تثق في علمه ودينه من أهل العلم، فأنت على الصواب وعلى الطريق الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات والذي نبه إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يعني باختصار موضوع المتشابه والمحكم. جميل. نعم. شيخنا في المحكم المتشابه في آية قرآنية يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه المثاني، ما المقصود هنا المتشابه؟ لا هذا المتشابه يعني ليس بالمعنى الذي ورد في هذه الآية. بعض الناس قد يلتبس عليه. نعم. بارك الله فيك. ممكن توضحها شيخنا. نعم، نقطة مهمة. الله سبحانه وتعالى هنا وصف الكتاب بأنه يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والبلاغة والحسن. إذا غير سورة. نعم. لأنه يعني وصف بأنه متشابه في آية الزمر هذه، ووصف بأنه محكم، أحكمت آياته. لكن هنا في التقسيم الذي في سورة آل عمران في الآية التي بدأنا بها حديثنا. نعم. يقسم الله سبحانه وتعالى آيات القرآن إلى محكم ومتشابه، فالمتشابه في هذا التقسيم غير المتشابه في وصف القرآن كله، متشابه في الحسن. ولهذا علماء البلاغة والبيان عندما يقفون مبهورين أمام بلاغة القرآن، يعني الآن إذا نظرنا للتأليف البشري، يعني هذا استطراد هو لكن مهم. جميل. ومفيد. يعني الإنسان عندما يكتب بقلمه وبتعبيره البشري، يعني تتفاوت لما يكتب كتب على مدى 23 سنة، يكون ممكن في أول تأهله في دراسة البلاغة وممارستها، يعني تجد يعني عندما يخوض بحار البلاغة والبيان ويتمرس ويتمرن الكتابة يرتقي، ربما يضعف في الوسط ثم يرتقي، لا يكون على درجة واحدة. لكن القرآن نزل على 23 سنة متقارب في البلاغة والبيان، وهذا بشهادة يعني حتى الذين كذبوه عجزوا، وإن عليه لحلاوة. نعم. وعجزوا عن معارضته أو الإتيان بسورة من مثله. فهذا معنى المتشابه في آية الزمر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أوله وآخره وواسطه، متشابه في الحسن، لا نقول على درجة واحدة لكن متقارب، متشابه في حسنه وبيانه وبلاغته. نعم. طيب شيخنا، يأخذ بعض الناس يأخذ ما يحلو له من القرآن ويترك ما لا يعني يريده، فهذا يدخل في قوله تعالى يعني الذين جعلوا القرآن عضين، يعني هل هذه والآيات أو يؤمنون ببعض الكتاب ويكفر بعض، هل ممكن هذا؟ نعم. هذا يعني قبل أن ندخل في هذه النقطة أشرت أنت إلى مسألة يعني بعض الناس تشتبه عليهم بعض مسائل الربا أو مسائل المعاملات المالية أو المصرفية وغيرها. نعم. وأنا يعني أشرت إلى منشور أحد المشايخ. نعم. يعني بالأمس كتبت يعني عملت له مشاركة وعلقت عليه، وهو أن أولا الإنسان، هذا إجماع من أهل العلم، أنه لا يجوز أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. طيب. قال ابن عاشر ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. إن كان مجتهدا فيبحث ويعمل بما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز أن يقلد أحدا إلا في ضيق الوقت أو تكافؤ الأدلة أو في ظروف في حالات معينة. طيب. الأصل أنه يجتهد بنفسه ولا يقلد غيره لأنه مجتهد،
وهذا حث على الاجتهاد. يعني حتى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، نعم. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. الحاكم هنا مش بمعنى رئيس الدولة، يعني القاضي أو ما يشبهه يعني، نعم. ومثله المفتي يعني. فهذا ليس فقط أنك مرفوع عنك الإثم، أنت مأجور يعني، هذا فيه حظ على أن يجتهد ويبذل يعني يعني تحبيب أو تحريض أو يعني حث على الاجتهاد. لكن إن كنت مقلدا أو قريبا منه فأنت تبحث عن الأعلم والأورع. أنت أمامك عالمان أو رجلان، أحدهما شهد له بالعلم واستفاض علمه، والآخر يعني لم يشتهر مثل الأول، يعني احتمال الخطأ في كلامه أكبر. هذا اجتهادك أنت إن كنت من لست متخصصا في علوم الشريعة، لا تستطيع أن تبحث في الأدلة واستدلالات هذا وترجح. لكن يغلب على ظنك أن هذا أكثر إحاطة بعلوم الشرع وبالمسألة النازلة، وبذلك خلاص إذا أنت اتبعت من ترى أنه أعلم وأورع، وحتى لو كان خطأ في كلامي أنت قد أديت ما عليك، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن فعل ذلك ولهذا قال فقد خرج من المؤاخذة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا غير ثبت. رجل من عامة الناس سأل فأفتاه رجل هو وثق في علمه ودينه، علمه وورعه، فأفتاه، فإنما إثمه على من أفتاه. يعني إذا كان في تقصير من المجتهد وأفتى بنتيجة هذا المجتهد بنتيجة هذا الاجتهاد الناقص، فالإثم إن كانت خطأ فالسائل ليس عليه شيء، لأنه فعل ما أمر به، وإن كان هناك تقصير فيتحمله المجيب عن السؤال عن الفتوى الذي أفتاه، وإن كان قد استفرغ وسعى وبحث وغلب على ظني أن هذا هو الصواب فلا إثم لا على المجيب ولا على السائل. نعم شيخنا، يعني هو هذه مسألة على نقفها قليلا. شيخنا، هل تعتبر هذه من مسائل النوازل الآن اللي حدث، مسائل خاصة يعني يسأل كثير من الناس على موضوع الصيرفة هذه والماكينة والبطاقات وكذا، من يتصدى لمثل هذا الموضوع؟ يعني هذه مسألة كبيرة، هل تعتبر من النوازل؟ يعني هي من النوازل لأنها أمر جديد يعني، نعم. لابد أن يجتهد فيه المجتهدون يعني، المجتهدون نعم. وكل إنسان خلاص، أنت إذا وثقت بأن غلب على ظنك أن فلان أعلم وأورع من علان فاتبع كلام فلان. أنت لا تستطيع أن تبحث في المسألة خلاص، إما لعدم تخصصك أو لعدم وجود الوقت عندك مثلا يعني، فتسأل تأخذ بكلام من ترى أنه أعلم وأورع، لأنه يغلب على الظن أن قوله يعني احتمال إصابته للحق لمراد الله سبحانه وتعالى أكثر يعني. نعم. 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 طيب شيخنا، الآية القرآنية الذين جعل القرآن عضين، يعني هذا الذي يتخير، هل هذا هو هذا المقصود؟ ما معنى عضين أول حاجة للمشاهد؟ عضين يعني أجزاء منفصلة، عضين وجمع عضة بالضاد، يعني جعلوا القرآن عضين يعني أخذوا منه جزءا وقبلوه وردوا جزءا آخر، وهذا كما تفضلت شيخ عبد الباسط كقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه الآية نزلت توبخ اليهود في أخذهم جزءا من التشريعات، وهي تنبيه لنا، لأن ذكرنا أكثر من مرة ما ذكره أهل العلم من قبلنا أن ما يذكر من دم لأهل الكتاب والأمم التي قبلنا إنما هو تنبيه لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك أناسا من هذه الأمة يشابهون اليهود أو يشابهون النصارى، وحذر دائما النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن يعني؟ نعم هم يعني. ولذلك نحن عندما نصلي في كل ركعة نقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم الذين خالفوا طريق أهل الكتابين اليهود، لأن اليهود علموا ولم يعملوا فكانوا مستحقين لأن يغضب الله عليهم، والنصارى لم يعلموا الحق
أصلا، ضلوا عنه، فكانوا يعني مستحقين لوصف الضلال كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية يعني. فلهذا الإنسان حتى يكون عبدا لخالقه ومولاه يقول يكون عنده مبدأ أن يقابل الأوامر الإلهية بقوله سمعنا وأطعنا. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يحكم بينهم مش فقط في التشريع، في الجانب التشريعي والدولة هذا داخل فيه، ولكن حتى الإنسان في نفسه في اختياراته، حتى في الأعراف الاجتماعية إذا كانت يعني هناك بعض الأعراف القبلية مخالفة للشرع يعني صحيح. مخالفة للمتفق عليه يعني نعم. يعني هناك أعراف قبلية إيجابية يعني ترتب عليها حق الدماء نعم يعني تحقق مقصود الشارع نعم. من الصلح مثلا من حقن الدماء هذا جيد يعني، وأمور أخرى أيضا من الوقوف مع المحتاج مع المظلوم مثلا في الحق نعم. من الأحلى اللي بالليبي نقوله الفزعة أيوة. إغاثة نعم. الملهوف هذا شيء جيد شيء موجود في, نعم. في, في, في كثير من أعرافنا حتى القبلية، لكن هناك أعراف مخالفة للمتفق عليه يعني نصرة الظالم على المظلوم لأنه ابن القبيلة هذه هي دعاوى الجاهلية يعني وللأسف موجودة تقل أو تكثر يعني من جهة إلى أخرى نعم. فالمقصد أن الإنسان يقابل الأمر الشرعي بقوله سمعنا وطعنا. والصحابة رضي الله عنهم عندما فعلوا ذلك واتمروا وقالوا سمعنا وأطعنا الله سبحانه وتعالى خفف عنهم ورفع عنهم الإصر الذي كان على من قبلنا. آخر سورة البقرة هذه هاتان الآيتان المشهورتان اللتان شرع لنا أن نقرأهما في كل ليلة، يعني خواتيم سورة البقرة من قوله تعالى آمن الرسول إلى آخر السورة، هاتان آيتان عظيمتان شريفتان نزل بهما ملك من السماء، فتح باب كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن جبريل عليه السلام أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة أي سقطة كصوت شيء يسقط على الأرض ارتطام، فسأل فقال له جبريل يعني هذا باب فتح لم يفتح من قبل باب في السماء، نزل ملك بهاتين الآيتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني أن أبشر بنورين في حديث آخر، أبشر بنورين يعني أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، يعني فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ منهما حرفا إلا أوتيته. ما سبب نزول هاتين الآيتين؟ عندما نزل قوله تعالى في الآية التي قبلها يعني لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فخاف الصحابة قالوا يا رسول الله هلكنا حسبنا بخواطر أنفسنا، يعني من الذي يعني ينزه خواطره عنه؟ لا البشر يعني تخطر عليهم خواطر يعني غير جيدة ولا يرضاها الله سبحانه وتعالى في أصلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههم وقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى يعني أو كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول الصحابي الذي يروي الحديث فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نزلت الآية نزلت التي بعدها أو الآيتان التي بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فخفف الله عنهم وبين لهم. بعض العلماء يقولوا نسخت يعني بغض النظر عن الاصطلاح، لكن المهم أن الأمر خلاصة الأمر أنكم غير مؤاخذين بهذه الخواطر يعني، والله سبحانه وتعالى أكرمكم ورحمكم ويسر أمركم، وهذا الدعاء العظيم الذي في آخر البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الله سبحانه وتعالى يقول قد فعلت كما جاء في صحيح مسلم يعني يستجيب نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، يعني كثير من الأمور العسيرة كانت يعني ابتلي بها من كان قبلنا يعني بنو إسرائيل 50 صلاة مثلا نعم. نحن 5 صلوات وفي الأجر 50
الله أكبر. يعني هذا كانت زكاتهم ربع المال، يعني احنا ربع العشر يعني، وبعض الناس ما زال يبخل يعني. الله سبحانه وتعالى أعطاه 100% وطلب منه وأمره أن يعطي للفقير ربع عشرها، بعض الناس ما زال يبخل يعني، هو ترك لك 97.5% يعني. فهذا يعني نعم. أمور أخرى كثيرة يعني ذكرنا. المقصود كلها شيخ، المقصود أنك يكون المؤمن. عندك المبدأ نعم. الانقياد، هذا هو، أنك نعم. توطن نفسك. أي أمر يثبت لديك أن الله سبحانه وتعالى أراده منك نعم. لا سيما على وجه الحتم والإلزام، تقول سمعنا وأطعنا، وتجاهد نفسك نعم. إن قصرت إن عصيت لا تيأس من روح الله، ترجع وهكذا. أما أنك تقول لا أقبل إلا ما أقتنع به، أقتنع بصلاحيته، مش أقتنع أن الله أراده، هذا من حقك. ونحن ذكرنا في مناسبة سابقة موقف الصديق رضي الله عنه، الذي يجب أن يكون موقف كل مسلم، لما قالوا له إن صاحبك يقول إنه أسري به الليلة ورجع، قال أقال ذلك؟ قالوا نعم، توقع أنه سيرجع إلى دين قومه وسيكذب. قال إن كان قال فقد صدق، هذا مبدأ نعم. إن كان قال فقد صدق، إن كان أمر فسمعنا وأطعنا نعم. فإذا كان موقفك هكذا فأبشر، فإن الله سييسرك لليسرى ويدلل لك الصعاب في أمر دينك ودنياك. شيخنا بارك الله فيك، قبل أن ندخل عندي موضوع مهم جدا اليوم، هي صراحة مسألة وسئلنا عنها ونتابع فيها، لكن سمعت فتوى غريبة حقيقة يا شيخنا، وهي أن أكثر الناس، واحد سألوه عن التدخين فقال هو أكثر الناس يشربون الدخان ممكن 90%، فقالوا لذلك فلن نمنع الناس من التدخين، ما قلوش حرام لأنها خلص 90% من الناس يدخنوا، فكيف نمنعهم التدخين؟ فهل يجوز ذلك أم لا؟ لا، نحن قد لا نستطيع وقد لا نكلف بأننا نمنع الناس من التدخين، لكن نحن كعلماء ودعاء لا نقول حرام، لا نقول عليه حرام أصلا، لأن قال لا هنا شوف جزئية، يعني يحلل لهم شيء عليه لأجل الناس، فهل يمكن ذلك يعني لأجل أن يعني فلان تفتي للناس ويدخل الجنة وأنت وعياذ بالله وأين السبب؟ لا، هذا يعني إن كان يريد أن يناقش يعني يظن أن التدخين حلال وعنده شبهات أو ما يظنها أدلة مثلا، فهذا يناقشنا في ذلك أو يناقش نعم. العلماء في ذلك، لكن أنه يقول نعم هو حرام الناس. لكن لا نقول للناس حرام، إذن ما دور العلماء والدعاة؟ هم أمناء نعم. يعني في مسألة، معلش أنا سأستعمل هذا الأسلوب يعني للتقريب، بس صدر. يعني موضوع البيان الحكم الشرعي ليس برنامج ما يطلبه المستمعون. الله يفتح. يعني لما العالم يسأل ما يعني ما يقعدش يدور في ماذا يريد الناس، وبعض الناس الآن يخاطبون دار الإفتاء والله ما عنداش رد على ما تقوله دار الإفتاء، لكن يقول لك الناس ما يقبلوش. دار الإفتاء مش حزب سياسي تبي أصوات الناس يصوتوا لها في الانتخابات، راهو دار الإفتاء على عنقها أمانة، وحتى أي عالم حتى لو لم يكن في دار الإفتاء، أي رجل آتاه الله العلم، هذه رأي أمانة ثقيلة. أحياناً البيان الحكم الشرعي ما يرضوش كثير من الناس، أنت ما تقولش تدور في رضا، صحيح تتلطف في العبارة وترغبهم في أوامر الله وتبين لهم الحكم والمنافع الدنيوية والدينية، لأن هذه الشريعة مصلحة، يعني مصلحة خالصة ومصلحة راجحة، دائما نذكر هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، لكن أنت حتى أمرا. كمؤمن نعم. نعم يعني مش من حقك تقعد تنتقي نعم. وتقول لا أنا مقتنع، زي بعض أخواتنا الله يهدي هداهن الله نعم، تقول أنا مش مقتنع بالحجاب، يعني شن الحجاب بيشن فائدة أن نحط؟ لا، إذا أردت أن تناقشي هل هو واجب أو لا نجيبك، لكن حتى ونحن رأينا بعض الأخوات يعني خاصة في فترة قديمة يعني كنا غير محتجبات، ولكن هي تقر بأمر الله وهذا أمرها يعني أهون نعم. تقر بأن هذا فرض وواجب عليها، ولكن تقول يعني أدعو لي أسأل الله أن يهديني وأنا أعرف أن هذا أمر وأن فيه خير، لكن أحيانا نفسي تغلب وهكذا يعني نعم. فالمؤمن المفروض أن يكون عنده المبدأ لموضوع الانقياد، والعالم أو المفتي أو المكلف ببيان الحكم الشرعي يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، ثم ليس عليه هدى الناس، هو يبين، من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه ويحتاط لنفسه وينجو في الآخرة فيأخذ ما كما ذكرنا في قبل قليل، يعني إذا رأى أن هذا العالم
يعني يغلب على الظن أن كلامه هو الأصوب وأن ما قاله يغلب على الظن أنه صحيح أكثر من قول الآخر الذي يقول مباح، فيجب عليه أن يأخذ بكلامه ولا يبقى يتتبع الرخص. هذه مشكلة كبيرة، يعني الذي يتتبع الرخص أو ينتقي ما يريد ويرفض ما لا تريده نفسه مش قضية قناعة. هذا في الحقيقة كما يقول الشاطبي ليس عبدا لخالقه ومولاه، هو يعني عبد لهواه، ويقول إن الشريعة إنما جاءت لإخراج المكلف من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. ما أجمل هذه العبارة، الشريعة موضوعة لإخراج المكلف من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. فهو يتكلم عن الذين يتتبعون الرخص، الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات كلام جميل جدا، يقول الذي يعني ينتقي يريد أن يأخذ الأقوال التي تقول إن هذا الفعل مباح وأن ذلك الفعل حلال وأن ذلك الفعل لا بأس به وأن ذلك الفعل مجرد مكروه كراهة تنزيهية، هذا في الحقيقة ليس متبعا لأوامر الله، ليس عبدا لله، هو فقط جعل الحكم الشرعي يعني ستارا لما تريده نفسه. والشريعة لم تأتي بذلك ولم تأتي لهذا الغرض، إنما جاءت لأن تكون عبدا لله في المنشط والمكره، يعني أمر يمشي معك تأخذه، حتى الأمر اللي يصعب كما فعل الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا، أمر شاق لكن أما دام نزلت وفهمت هكذا ابتداء فيقول سمعنا وأطعنا، فالله عز وجل كافأهم وجازاهم خيرا، خفف عنهم وأكرمهم ووعدهم أنه يستجيب لهم وأنه يرحمهم وهكذا يعني. إنما كان قول المؤمنة إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول سمعنا وطعنا. شيخنا لعل نأخذ اتصال إذا فيه وإلى ندخل موضوع شيخنا في موضوع مهم جدا نشوفها منتشر يعني في حتى بعض الصفحات الفيس في صفحة للفيسبوك لهذا الموضوع، وهو موضوع الطاقة وعلم الطاقة وأن الإنسان يستفيد منها سواء كانت يعني ضارة أو نافعة وأن الإنسان يمكن أن يجلبها له، ومنها قانون الجذب بحيث يستطيع الإنسان يجذب الأقدار أقداره فقط بمجرد التفكر سيأتيك ما ترغب. مثلا يقول والله إذا يعني تفكر أنك البنت بتتزوج تفكر تغمض عيونها وتقعد جالسة وتفضلها وتشعل شمعة وتخيل الشخص تبي تتزوج، إذا تبي فلوس فهل هذا يعني يستدلون كذلك من الشريعة؟ يعني بيقول لك والله حتى الشريعة موجود فيها الموضوع هذا التفاؤل والكلام هذا، فشيخ نريد البيان لهذا الموضوع لأنه مهم جدا والله. نعم هو للأسف هذا انتشر في بعض المجاميع وبعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى دخل بصورة متسارعة إلى مجتمعاتنا، إلى مجتمعنا الليبي خصوصا وربما في مجتمعات أخرى أيضا. هذا الموضوع حتى وعلى طريقة يعني أهل الزيغ والانحراف يعني. شيخنا ممكن ناخذ اتصال ثم نعود، عذرا والله. نعم أبو القاسم تفضل يا أخي، أبو القاسم من الزاوية تفضل يا أخي، أهلا وسهلا بك، تفضل يا أبو القاسم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أبو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله علما أنت والشيخ إن شاء الله ونفع الله بكم. اللهم أمين وبارك فيك حتى أنت يا أخي. والله في مسألة الحقيقة صارت عمتي في مسألة. تفضل يا سيدي استرسل في الكلام إن شاء الله مش نقطع عليك. لا ندركه، يقول الكلب يأخذ إما للصيد أو للحراسة. نعم واضح الكلام كيف صارت لنا السوق رائع. نسمع نعم. أكرمكم الله، كرم الله وجوهكم أنتم والسامعين، صارت سوق رائجة للكلاب تتخذ لأجل الزينة، هي لا تليق بها الزينة والله. النبو الشيخ علقنا على الموضوع على هذه آفة ولا انتشرت فيه، بارك الله فيك. طيب يا سيدي حاضر، شكرا يا أبو القاسم، شكرا سيدي. أم محمد فضلي، يا أم محمد من طرابلس فضلي أختي، مرحبا بك. السلام عليكم. فضلي أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله. نسر الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لك نسر الشيخ، أنا طلعت من الحوش، فم الحوش أساس معناها نعطي الودي الكناسة مشي تحاول يطلع
شعر راسي معناها زان، ورجلي شافني معناها في الشارع معناها. مشي مهم قال لي البسي تسمالك، وكان خشيت الكوجينة معناها انت هذه الأولى معناها. عساس معناها طالق يعني وكلها، لكن ما هو منطقش بها، قال عساس معناها انت شو نسمه يعني معناها عساس هذه الأولى يعني. واني خشيت الكوجينة معناها خشيت الكوجينة، لكن انا نسحب معناها نلبس تسمال عساس معناها لما نطيب بس باش لما نخش الكوجينة. وهو قال لي لا لما انت طيبي بس معناها، فهل انا معناها طالق ولا مش يعني شنو يعني؟ فهمتش ما فهمتش يا اختي يا اختي شنو هو لما تخش الكوجينة وكذا؟ فهمتش يعني وضحي لي شوية. هو قال لك لما شافك مطلعك ناسه لولدك اطلع بان شعرك تماما، شن قال لك بعدين؟ قال لك هذه الاولى، بس هذا الموضوع، قال لك هذه الاولى، مقصود طلقه يعني. قال لي لا كان انت معناها خشيت الكوجينه يعني، انا كان خشيت الكوجينه، قال لي انت تسمع لك كان خشيت الكوجينه بلا 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 محرمه معناها انت الاولى، راح الاولى معناها. علاش شن فيها الكوجينة؟ وعلاش الكوجينة؟ علاش الكوجينة يعني بالذات؟ علاش خاصة؟ هل الكوجينة على الشارع هي جاية والله روشن يعني على الشارع؟ لا لا الكوجينة مليش علاقة، هي ما طلعت الشارع قلت لك، أنا طلعت الشارع معناها، أنا قلت لك طلعت الشارع بشعري مش على ما على خاطر أنا طلعت الشارع بشعري هذا، علاش ما عجباش معناها معناها كيف مطلع شعري معناها باين شعري. ليش هو قال لها يعني انت كذا؟ ايه ليش هو ما يبيكش تخشي للكوجينة؟ ما فهمناش يعني. زعمتك عقاب كعقاب معناها، كان قال لك انا انت خشي للكوجينة بلا اسمال معناها انت الاولى، طيب اعتبرها الاولى. طيب يا ام محمد، هو ما صرح لكش بالطلاق يا ام محمد، هو ما صرحتش، قال لك مش قال لك انت طالق، قال لك هذه الاولى وسكت يعني بس، صح؟ ايه قال الاولى وخلاص. ايه قالوا له خلاص ما صارش منه شيء بعدها. ما لا لا هذا ولبستي الشاربه انت في الكوجينة؟ انا لبست انا لبست شاربه، وبعدين لما ننسى 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 ما نلبسهاش، وبعدين سالته قلت لها تمام 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 يا اختي تمام تمام بارك الله فيك. اختي هبه تفضلي، والاخر اتصال ان شاء الله. هبه تفضلي يا هبه، تفضلي يا هبه. للأسف انقطع الاتصال بها. طيب شيخنا بارك الله فيكم، موضوعنا شيخنا موضوع الجذب والطاقة والكلام هذا، يعني هل هذه يعني توافق ديننا؟ والله أنا جاية من لا بد أن ننبه لنقطة بما يسمح به الوقت الآن، هذا مهم، موضوع مهم جدا. كثير من أهل الزيغ والخلل والانحراف حتى تروج بضاعتهم بين المسلمين لابد أن يخلطوها بشيء من الحق، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولهذا أنا لابد لي هنا فيتبعون ما تشابه منه، لابد أن أشير لعلى. حتى لا يفوتنا هذا، وهذا موضوع من يريد أن يعرف موضوع قانون الجذب، واللي هو ما تضمنه كتاب سمي كتاب السر لكاتبة غربية غير مسلمة أعتقد أسبانية أو هكذا، أحيل إلى كتاب للدكتور عبد الله العجيري جزاه الله خيرا سماه خرافة السر، لأن هذا الدكتور بارك الله فيه اطلع حتى على النسخة الإنجليزية قبل ترجمتها، ووجد فيها يعني كوارث يعني حتى عقدية، وبعضها حذف من النسخة العربية حتى يمشي في المجتمعات الإسلامية يعني. متى إنكار القدر، إنكار أن الله كتب كل شيء في القدر، هذا في النسخة الإنجليزية، والدكتور عبد الله يقول ذلك يعني، وبين كثيرا من الأشياء، وأنا يعني اطلعت على جزء من الكتاب يعني في الفترة القريبة هذه. نعم. ولكن لابد أن نفصل الحق من الباطل، هذا دورنا نحن. يا ريت. نقول الآن مسألة إحسان الظن، التفاؤل، هذا مطلوب شرعا لا شك في ذلك، هم وضعوا هذه الجزئية الحق، الجزئية من الحق وضعوها مع هذه الخلطة من الباطل، حتى أنت تقرأ تقول هم يقولوا أنا عند حسن ظن عبدي بي، هذا حديث، أنا عند ظن عبدي بي، هذا حديث قدسي صحيح، هم وضعوه مع هذه الخلطة المركبة من الكثير من الباطل وقليل من الحق. أخطر ما في هذا القانون الذي زعم أنه هو ليس قانونا، يعني هم سموه قانونا حتى يدخلوه في العلوم التجريبية، يعني أنت عندك، وأنا قلت سنتكلم عن مصادر الحقيقة، إذا كان أمرا غيبيا
لابد أن نرجع إلى نصوص الشرع، لأن الله هو وحده يعلم الغيب. ما أخبرنا بالرقية مثلا، بعض الناس يخلط بين الرقية والشعوذة، لا لابد أن نضع حدا فاصلا نوضح للناس بالضبط. الرؤية نعم. بعض الناس نعم. يظن باب الأحلام أن باب الأساطير لا رؤية سيد قصة يقرأ قصة سيدنا يوسف نعم. كمسلمين نحن نؤمن بالقرآن نعم. القرآن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، هذا حق لا شك فيه نعم. لكن لما تفوت حدها لابد أن نبين للناس الحد الفاصل. كذلك الآن إحسان الظن بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول أنا عند الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية فليظن بي ما شاء. يعني النبي سأقرأ جزء من كلام القرطبي لو سمحت لي شيخ عبد الباسط في تعليقه على هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي، يقول يعني ظن الإجابة عند الدعاء، إذا وأنت تدعو إذا كان قلبك ممتلئا بالرجاء ويغلب على ظنك وفي قلبك شعور أن الله سيجيب دعاءك فالله سيكون عند ظنك به، لأن الله نعم يجيب دعاءك نعم. ظن الإجابة عند الدعاء، ظن القبول عند التوبة، لما تتوب يغلب على ظنك الرجاء وتغلب الرجاء أن الله يقبل توبتك فيقبل توبتك، الله أكبر. هذا الله سبحانه وتعالى نعم. وظن المجازات عند وظن المغفرة عند الاستغفار، تحسن الظن بالله هذا حق. لكن هم الآن في قانون الجذب، أنا قرأت الكتاب هذا اللي يسمى كتاب السر اللي يتكلم عن قانون الجذب نعم. منذ سنوات يعني نعم. وجدت في هذه الجزئية من الحق، ولكن هم يعني أولا يدعونك إلى العجز والتواكل والله سبحانه حتى الأسباب يعني هذا نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وقول اعملوا، وسيدنا عمر لما وجد رجلا جالسا وهو قادر على الكسب ويدعو أن الله يرزقه مالا قال له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وذاك الذي يدعو لبعيره أن يشفى من الجرب نعم. قال له اجعل مع دعائك شيئا من القطران، يعني ضع له الدواء الأسباب. ثم ادعو نعم. اغرس ابذر البذرة حتى الجوعان يا شيخ الجوعان نجي يتخيل أنه شبع نعم، والذي يريد الولد مثلاً. لابد أن يتزوج بالصبع. والذي يريد المال لابد أن يسعى ولكن يتوكل يفوض يعني الأمر إلى الله، السنن الكونية القدرية نعم هذه يعني. دعوة قضية أنك تجلس في غرفة مظلمة أو مضيئة لا فرق، اجلس وتأمل وكرر مش عارف كذا لا قول لي خذ بالأسباب، ابذل جهدك وتوجه إلى الله وتضرع إليه وأحسن الظن به وغلب التفاهم، قول كلامك صحيح لكن تقول لي اجلس وأغمض عينيك ومش عارف قل أنا قوي أنا لست مريض بمرض كذا أنا لست بمريض سأشفى، هذا لم يأتي به لا عقل ولا شرع، هذا جنون، يعني ليس هناك ما يسنده من أدلة الشرع التي نحن نؤمن بها ونوقن بها كما قلنا في الرقية في الرؤى في الأدوية في كذا، ولا جاء به علم تجريبي يعني يخضع للحس نعم شنو يعني الخزعبلات. بعدين قضية أن تعظيم في نزعة رأسمالية، هذا القانون يعني أخذ شيئا من الديانات الشرقية الباطلة البوذية والزرادشتية وغيرها، قضية اليوغا والكلام هذا نعم. مش مسألة رياضة بدنية لا نعم. مسألة أخرى لها جذور عقدية نعم. وفي نزعة فردية يعني تعظيم الفرد، نحن نعلم أن الرأسمالية تعظيم للفرد نعم. على حساب الجماعة والشيوعية والنظرية اليسارية والاشتراكية والشيوعية بالعكس يعني تسحق الفرد سحقا من أجل الدولة نعم. فهم يجعلون الإنسان كأنه إله، أنت تستطيع أن تحقق ما تريد، نحن عندنا إجابة الدعاء ولكن أيضا إجابة الدعاء يعني عبودية سبحان الله، يعني هذا القانون المزعوم هدم لأعظم يعني ينزع من الإنسان أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه وهي أنه جعله عبدا له، يعني هذه أعظم نعمة، يعني لما تكون عبدا حقا لله تتحرر من كل عبودية أخرى، لا تخاف لا ترجو إلا الله، تصدع بالحق، يكون عندك رسالة في حياتك هدف لكن هذه يهدمها يعني خلاص، يعني ما عادش في تذلل وخوف ورجاء، أنا لما أدعو يعني أدعو وأعلم أن الله أعلم بمصلحتي مني، ولهذا جاء في حديث أبي سعيد حديث رواه أحمد بإسناد جيد كما يقول المنذري نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، هذه إجابة الدعاء في الشرع،
مش شرط يعطيك ما تريد، لأنك قد تطلب شيئا فيه هلاكك، قد تطلب شيئا تظن فيه السعادة يكون سبب تعاستك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. إما ما هي إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته كما أرادها لأن الله يعلم له الخير فيها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. مرات هو عنده ذنوب وقد يدخل النار بسببها. ما إحنا المسلم نظرته للحياة والكون والغرض من وجود مش مقتصر على الدنيا، هذه مسألة مهمة لا علاقة حتى بهذا القانون. قانون ما فيش مسألة الآخرة. يعني أنا المؤمن إذا خير بين أن يتعب في الدنيا، معليش ممكن تتعب وتبتلى وينجو في الآخرة، يختار ذلك. فمرات أنت ارتكبت ذنوبا أيها العبد ودعوت الله سبحانه وتعالى، ممكن الله سبحانه وتعالى يعطيك، قادر أن يعطيك ما تريده في الدنيا، نعم، وتكون معذبا في الآخرة ومتوعدا بجهنم والعياذ بالله، فيرحمك يحبس عنك حاجتك ويدخرها لك في الآخرة فتنجو في الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى دبر لك أحسن من تدبيرك لنفسك. مرات حتى في الدنيا، نعم نعم، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. نعم. مرات الإنسان يطلب المال مثلا، نعم، لأنه يرى أن المال سبب من أسباب السعادة. الله سبحانه وتعالى يعلم فيه غير ذلك، ممكن يشقى بالمال، يحبس عنه المال ويعطيه السعادة، يعطيه القناعة. الآن الأنبياء أشد الناس بلاء وأكثر الناس شعورا بلذة المناجاة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العباد ومع الفقر، وذكرنا هذا ربما في السابق، نعم، إبراهيم بن أدهم يعني جلس مع صاحبه على شط النهر ويأكلون كسرات خبز يابسة يبللونها بماء النهر ويأكلونها، وفقراء. ثم استلقيا على الشاطئ، قال إبراهيم بن أدهم لصاحبه: نحن في سعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ما عنده شيء من الدنيا، سعيد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسك من، فهذه إجابة الدعاء الحقيقية. لكن أنك تجعل الإنسان عليم وحكيم وقادر على كل شيء، يعني كأنك ألهته، نعم يعني، نعم، فأفقدته شعوره بالعبودية لله سبحانه. يعني يعطلون الأسباب، وإذا يعني هذه الأسباب يجلس ويتخيل، لكن لو تقول له أسباب مادية أخرى هو تفيد في حياته يمشي يأخذ بها، ولو تقول له ما تأخذش بها يقول لك أنت يعني غير عاقل. لو تقول له مثلا لا، لكن هم الآن قم للكسب مثلا، الآن يدعون إشبع إلى العجز، لازم أنت جوعان لازم تأكل. لا، هم الآن يدعون إلى العجز والخمول والتواكل. نعم. وين هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وين فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله سبحانه وتعالى استخلفنا في هذه الأرض، نعم، لنعمرها يعني ونسعى فيها. ممكن شيخنا السؤال السريع الأخ أبو القاسم، أما أم محمد نأجلها صراحة، موضوعها غير مفهوم، موضوع يعني الطلاق ربما، إيه؟ ترجع إلى تتصل برقم بالضبط 14-13. الأخ أبو القاسم يقول في الكلب إما للصيد كرمكم الله والحراسة، الآن في سوق بكلاب الشيخ، نعم، يتاجروا فيها. هذا لا يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا نقص من أجره قيراطان كل يوم. يعني نعم. أنت أيها العبد أيها المسلم تتعب وتتقرب إلى الله، تضيع بنفسك بمحض إرادتك كل يوم قيراطين من الأجر لأنك اتخذت كلبا غير مأذون في اتخاذه. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. حتى بعض العلماء قالوا: هل يجوز أن نقيس على هذه الثلاثة أو لا؟ ولكن كثير من العلماء الآن، الكلاب تستخدم مثلا في مكافحة الجريمة، نعم، في كشف مهربي المخدرات، في كشف الجرائم، وهذا ما هذه مقصود من الشارع، فتلحق يعني، نعم، بهذا لا بأس يعني. أما إنسان لمجرد الزينة هذا فيه يعني عصيان ومضادة لأمر الله سبحانه، نعم، وتعالى. القطة محببة، ممكن تتخذ، نعم، قطة وهي ألطف وأنظف، صحيح، وأحسن من الكلب وأبعد حتى عن الأمراض يعني. من طوافينا، نعم، من الطوافين. شيخنا في سؤال حقيقة جاءنا على صفحتي، واحد قال لك: محبس أرضه على الذكور من أولاده دون الإناث، وحكم القاضي بصحة التحبيس منذ عام 1924، ثم ألغي التحبيس بقانون عام 1974. والسؤال عن امرأة مات أبوها بعد صدور قانون إلغاء التحبيس على الذكور، هل لديها حق في ميراث الأب أم لا؟ لم أفهم كل الجزئيات، ولكن أريد أن أقول مسألة التحبيس على الذكور فقط فيها خلاف معروف بين العلماء، حتى بين علماء يعني علمائنا المالكية، في ممكن 3 أو 4 أقوال في جوازها وعدم جوازها. ولكن أي مسألة اجتهادية حكم القاضي، نحن نعرف أن قانون رقم 10 تقريبا موافق للشرع في كله أو في أغلبه،
يعني نحن لا نتكلم بعد التعديل، بعد التعديل خلاص كل القوانين صارت موافقة للشريعة فيه، ولكن يعني إذا كان مسألة فيها خلاف بين العلماء فإن حكم القاضي يصبح كأنها متفق، يعني يرفع الخلاف. خلاص إذا صدر حكم القاضي لا نناقشه في ذلك. نسأل أحفظكم شيخنا بارك الله فيكم وينفع الله بكم الإسلام والمسلمين، أرزقكم الصحة والعافية. إخوتي أخواتي جئنا لنهاية اللقاء، حتى نلقاكم بصحة وعافية في لقاء آخر إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.